أهلا بكم، معكم الشيف مؤمن. كما عودناكم يوميا في دبارة جديدة تلت شهر رمضان ملكو جينا متعدى، دونك تنجموا تتفرجوا على اللايف في الفيسبوك شيف مؤمن بن يونس، الرديف شيف مؤمن بن يونس على الفيسبوك، وإلا كيف على اليوتيوب، وتنجموا كيف تصوروا دبارة متاعكم وتاجيونا في انستغرام، وأنا نوعدكم باش نبارتاجيها. دونك مرة أخرى جدد لقانا معكم يوميا كما عودناكم، باش نقول لكم كما كنا قلنا لكم باش نحضروا بونجور بونجور مديحة، باش نحضروا مع بعضنا غريبة متاع فيرينا، باش نحضروا بشكوت متاع العيد. هاكا من توا قلت لكم باش نحضروا الغريبة الغريبة متاع فيرينا والبشكوت متاع العيد بالمنيو، بالطبيعة اللي نعرفوا اللي المنيو متاع ليلة 27 هاكا منيو يكون بنين مشخشخ يوم 66 كيف ما نصورش عادة ما يكونش موجود الكسكسي بالعلوش، السلايطة والشربة كل شيء باش يكون موجود بقدرة ربي، وباش نحاولوا نحضروا مع بعضكم كيما وعدتكم في الأيامات الأخرانية. قلت لكم نحاول نعمل لكم الحلو نتاع العيد، دونك باش نحضروا أرفيا بونجور، باش نحضروا مع بعضنا غريبة نتاع فرينا وبشكوتو. بارتاجي أوتون اللايف باش تحصل المنفعة للناس الكل. أمل مهذب بسلام. تنجموا تبارتاجيو اللايف الكل، تنجموا ابوني فو قبل كل شيء في الباج. تبارك الله البارح كانت 6000، اليوم ولات 7000، ان شاء الله قدرة ربي توصل ل 10000 الباج نتاع الفيسبوك. انتوما حاولوا بارتاجيو، وانا هاوكا كيما قلت لكم جو باس ابخي بو الغريبه. مرحبا سامي، هاوكا غريبه نتاع فارينا وبشكوتو نتاع العيد. تابعوني والمقادير اتاو من بعد، نقول لكم على المقادير وتلقاهم ايبانجلي ديجا في كومنتير. دونك شلغوم رانيا، بونجور شيف، كومون تي فا؟ الحمد لله لاباس، ربي فضلكم ربي يحفظكم الناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فيا. كيما قلت لكم باش نحضروا منيو باهي، منيو يعني 66 كيف خفيف، ما يطلبش برشا وقت، ما يطلبش برشا جهد. ونقول لكم راني والله 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 فرحان برشا 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 اللي انتم قاعدين تتبعوا فيا، قاعدين تبارك الله يوصلوني المساجات نتاعكم الكومنتارات. بالحق نحاول نجاوب على الناس الكل في المساجات. التوا بركة من اول رمضان توا مازلت نحاول باش نجاوب على الكميله نتاع المساجات. هادي بن عبد الله سلام، ترابلسي بونجور، الناس الكل بونجور، رفقه بونجور بونجور. عندنا حلو نتاع العيد باش نبداو نحضروه، دونك عندنا الغريبه نتاع الفرينه، وعندنا البسكوتو نتاع العيد. صحه صحه، المره الجايه نجي معاك نعملو حلو سبيكسي. بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور، سهله يا غاليه، ربي يخليك على شوفتي الغاليه. سلام لي على امين، مقاني فواز بونجور، ماين جلاسي يبارك لك، ربي يعينك يا شيف. هاديه الهام بحرون بونجور. دونك الناس الكل اللي لحقوا بينا وخلطوا علينا في اللايف، لايف من الدار كيما قلت لكم باش نحضروا فيه برشا حاجات بنينه. وميما بونجور، اللي خلطوا علينا هاكا ورقه وستيلو فيسا فيسا باش نقيدوا مع بعضنا المقادير نتاع الغريبه نتاع الفرينة. ميرسي بوكو شلغوم راني، يعطيك الصحة، ديديكاس من تركيا. الله كريم، الله يفرحك يا رب، إن شاء الله ربي يفرحكم انتوما زادة كيف، وإن شاء الله توا سيرتو ليلة 27 تبارك الله، هاكا يقول لك البخور هاكا عشعاشي، شعلوا الكانون من بعد، وشوية بخور، وكويس تاي، وشوية حلو، والله مصلي على النبي، وخمسة والخميس على تونس، وربي يحفظها من كل شر. به، ابن ليس في مؤمن. الناس الكل اللي خلطوا علينا هاكا ما تنساوش قولوا بعض لاصحابكم، الناس الكل باش يتابعونا كي باش نحضروا الغرايب نتاع الفرينة والبشكوتو نتاع العيد. كالعادة نستنيكم شوية بركة حتى لين تكملوا تعيطوا للجميع الكل ويلتحقوا بينا الناس الكل باش يتابعونا في الحلو نتاع العيد. قلت لكم ثلاثة أيامات الأخرانية نحاول ديما نحاول نحضر لكم حلو بنين وخفيف. ميرسي ميرسي بوكو شرغوم رانيا، يعطيك الصحة. دونك كيما قلت لكم باش نحضروا الكميله دباره، نحطوها تحضر ونبداو مع بعضنا الديسير. الديسير اللي هو حلو نتاع العيد، غريبه حمص ما ان شاء الله بقدره ربي، ميان غدوه بقدره ربي ان شاء الله. سلام، شايف عطينا طريقتك في الكافتيجي، الله يبارك انس طريقه نتاع الكافتيجي. كنا حضرناه زاد كيف وتنعطيك الطريقه والغريبه. هكا اليوم اخترت حاجتين فيسا فيسا باش نحاول نكومبريسيهم، مش نقعد نتكلم برشا باش نتعداو العمل ثم العمل ثم العمل في الكوجين. به، باش نحطوا الشوربه فيسا فيسا تحضر، ركبوا الكسكسي ونتلهاو من بعد بالحلو. اول ايتاب كيما العاده ويلزمنا اون باراليل نحاولوا نحضروا الدبابه نتاعنا
مش هكا انا مش هكا نفطر هذه الحاجة البيت. دونك عندي الكسكيت المغفول هذاك نخليه الماء يغلي، عندي قلاية باش تكون بالنسبة لينا باش تكون موجودة. هاو تفرج في ديريكت، ميرسي بوكو ارفيا يعطيك الصحة، ربي يخليك ارفيا تبارك الله. هايك ناشطة تجاوب معايا اسماء بركاتي سلام شيف. للناس اللي خلقوا علينا هاكم تنساوش ورقة وستيلو من بعد فيسع فيسع باش نحضروا بعضنا غرايبة نتاع فارينا والبشكوتو نتاع العيد. بيان سور راني تنجم تسأل أي كيستيون، أنا باش نحاول أون باغاليل باش نوريكم الكوجينة من غاديكا كالعادة، باش نحاول أون باغاليل نطيب ونجاوبكم. بالنسبة للدبارة نتاع اليوم دونك عندنا كسكسي سهلة العملية. أنور يعطيك الصحة، يا مرحبا ليليا جاموسي، الخال يعطيك الصحة يا خال. دونك باش نركب فيسع فيسع البارتين مع بعضهم أون باغاليل باش ما نتعطلش نجم نتلهاو. مدام فاتن البحري بونجور، بالاحسن كيف كيف بونجور. باش نحضروا البشكوت نتاع العيد، باش نحضروا الغريبه نتاع الفارينه، وهم طون زاد كيف كيف المنيو باش يكون موجود، يعني الشروه باش تكون موجوده. الكسكسي عندنا زاد قليه زعره، الناس الكل اللي تحكوا بينا يتابعونا شويه شويه في المنيو، وبقدرة ربي الناس الكل تستفيد. دونك كيما هذا العوايد سهله العمليه، باش نحطوا شويه زيت نجمه ديو تاميني هكا اون باغالين. تو باش نمشي زوز دبارات مع بعضهم باش نحاول نزرب كيما هذا. وينو الكتب الشيف؟ سيما شيف ان شاء الله باش نبدا ايمان. هلو 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 للناس الكل اللي تحكوا علينا. كيما قلت لكم نحاول نحضر المنيو دبارة هكا الحلو نتاع العيد اليوم، باش نحضروا بشكوت نتاع العيد والغرايب نتاع الحمص. حطينا شويه زيت، نحط شويه بصل هكا اون باغاليد، باش تحضر القلايه الزعره وفي ميم طون زاده كيف كيف نكملوا فرد مره. احنا صرفنا نحضروا طبعا اليوتيوب شيف بيان سور شي كوسكي، ما نجمش نعمل حاجه اخرى. بيان سور انا راه اخترت افار كوسكي باش نعمل روتي نتاع تيج كيف كيف، وباش نعمل قلايه. كل واحد وشنو هو يجتهد المفيد المنفعه تحصل الناس الكل. وكان فيديو نفوت عليه كيف كيف باش نركب بلغتنا العاميه كيما يقولوا ناس بكري، باش نركب تناجري على بكري باش الناس فيها بالحلو نتاع هكا. هاي يا سيدي هاديك سي بون، ناخذ العلوش دونك ناخذ كوسكي بالعلوش يعمل ستوستين كيف اليوم. مرحبا بكم كان تحبوا تجيو تسوقوا فطركم بحذايا، باش نقول لكم شنو المكونات تاع الغريبه تاع الحمص باش نحضرهم ونخدمهم معك به. نحاول انا بقدرة ربي نعمل لايف صغير نقول لكم من بعد قدوه شنو هو دبارة شنو هو الديسير اللي باش نحضروه بقدرة ربي باش نجمو نحضروهم مع بعض. هذيك نوعدك بها بونجور شيف ميرسي بو لي بيل روسيت بون ترافاي، كل عام وانت بخير. عايشك يا مدام فيتن، ربي يفضلك وربي يحفظك. عندي شيف عندي روسيت تاع حمص، ما يصيرش فيها تنجم تبارتاجي المنفعة تحصل للناس الكل. يعني بالنسبة لينا الحاجة الباهية مديحة الشربة و وما أدراك ما الشربة. بيان سور الشربة ما أدراك ما الشربة، بالطبيعة الشربة يلزمها تكون موجودة سيرتو في رمضان يعني ومطقس والله هكا يعني مع الطقس هذايا ما نساوكمش يجيب عليكم الشرب. باه ناخذ شوية هذاك الأكياس وكل شيء، لازم نركز في الطناجر. هاني نقولك عليها قولي عليك باه الغريبة نتاع الفارينة اللي باش نحضروها اليوم. مي باش نوعدكم زاد كيف كيف باش نحاول نعمل لكم يعني غريبة موجودة باش تكون موجودة غدوة في الدرجة نتاع خمس، أما اليوم غريبة نتاع فارينة. نجم شوية كلافس كالعادة،
هاي بالنسبة للشربة. على قد ما تركبوا تنجم تنجموا تتلهيوا وكلوا احنا ارويا طبعا نشوف المقادير هاني نقول لك عليها وكل رايك بيان سور الله يبارك. التركيبة هاكا اليوم تاع تنجم لازمها تكون سريعة باش نجموا نتلهيوا بالكميلة نتاع الدبارة نتاعي. عندنا شوية مرحبا بالناس الكل اللي خلطوا علينا توا. أسامة بالجاسم بونجور، جد عايش كشاف قداش جبني خدمتك به ياسر سليم. شنو عندك يا أستاذ ببيات تنصحهم بها؟ به إن شاء الله جوس هذيا خيط المرقة باش تمرق بها الشربة باش نركبوا الشربة ليت. على قد ما نركبوا الشربة فيسا فيسا على قد ما باش نرتاحوا وكمالة المنيو بتاعنا نكون موجود ونفضيو روحنا بهديك الصحة. دونك نذكركم من بعد باش نحضروا قلت ربي مع بعضنا غريبة نتاع فرينا وباش نحضروا بشكوتو نتاع العيد. هيك شربة شوية لافس هاتنا شوية بصل هذه بطبيعة التفويح. بالنسبة للتفويح ديو نحطو ديما الهريسة نتاعنا التونسية خليه ديريكت بعد شيف بليز ان شاء الله فضلك ربي يمال نفس المقادير اللي دروها شيف. بونجور ليلى باش نحط شوية هريسة هكا زويزة كسكسي دوبليش لهنا شربة شربة فريك بعدين طماطم المعجونة كان شوية طماطم معجونة كالعادة هنا كملوا الخميرة نتاعو هنا. المفيد بالنسبة لنا المنفعة أحسن للناس الكل وصرتو في رمضان وفي برة نتاع رمضان. بونجور شيف شنو المنيو اليوم؟ يفتوح يفتوح يك الصحة فاطمة. به المنيو نتاع اليوم عندنا شربة فريك بالعلوش بالطبيعة باش يكون كسكسي بالعلوش موجود. عندنا قلية زهرة الكسكسي مع الكسكسي. عندنا روتي نتاع دجاج وعندنا غريبه نتاع فرينه وبسكوي نتاع العيد. دونك نحاولوا هاكا اني قاعد نفسر نورمالمون تبارك الله زاد كيف كيف نصوركم تعملوا بسكسي يعمل 66 كيف وبنين. ديجا تبقى تفرج في عقلك بيان سور الفيام انا باش نعمل كعابر فرويسيك اون غوبي بشوكولا نجم حلو بون تخفيف بيان سور. الفيا فوزي علي بونجور كما قاعدين ترى فيا قاعد نفوح في الطناجر يقول لك ناس بكري يقول لك تركب هاكا الطناجر شوية فلفل أكحل شوية ملح شوية فلفل أحمر سهلة هاكا العملية. الشربة والكسكسي يحضروا والخلية الزعرة باش نركبها توا وهذوما ثلاثة حاجات هاكا نقولوا احنا واحد يرتاح منها. شوية كركم شوية فلفل أحمر حطينا شنو فاضلنا شوية حمص باش نقسموه على الجانبين على شوية للشربة وشوية للكسكسي. هنا حيو الزيت الكل مو هذيكا صحة أهلا شيف الناس الكل اللي خلطوا علينا. بالنسبة للمنيو نتاع اليوم من بعد هاكا تفكروا باش تقيدوا ورقة وستيلو الغريبة نتاع الفارينة والبشكوتو نتاع العيد. علاش يقولوا بشكوتو العيد واحنا ديما نعملوا فيه حتى في سعر الايام؟ والله سؤال باهي سؤال في محله. علاش يقولوا بشكوتو العيد؟ جينيرالمون هو يحضروه جينيرالمون البشكوتو نتاع العيد يقول لك هكا حضرنا البشكوتو. كانت العادة من العادات تكون هكايا ومن بعد ولدينا في سير الأيام نحضروا البشكوتو نتاع العيد. عندنا زوز كرينات فلفل أحمر هكايا توما كيف كيف نور تمشيش تحط من الحالتين. باهي عسلامة شاف الناس اللي خلطوا علينا زادة كيف كيف
ينجموا يتبعوا الدبارة، نحط زوز جرينات فلفل صح عليه منتك مرتاحة وانت طيبة ربي فضلك عايشك فضلك. ما عندك نحط جراين فلفل في كستي، مش نحط جراين فلفل ياخد زيادة كيف كيف تشرب. هذي بالنسبة لزوز دبارات حضروا أمورهم أمريكا، خلطهم انهم زوز بالعلوج دونك ما يخلقش باش نحركوا من غرفة بركة لو هي اللي هكا شوفوا لها الخطا نتاعها بالنسبة للشربة. بعد عنا الخضرة صح الله ان شاء الله وانت حي بخير شايف. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير وان شاء الله ربي يحييكم الامثالو. عندي شويه خضره تاع كوستي باش نرميها كيف كيف هذايا معاه كويس البن من بعد ورايب مع الكرسي ما نحكيكم ان شاء الله نصلي على النبي حاجه شاهي من وراء لاقل وزينوه كسكسي يتري في زبيب وكيب عظم يعني كل قدير وقدره. أما بعد هكا تفكروا عندكم كما قلت لكم بالنسبة للديسير دونك عندكم غريبة نتاع فرينة والبشكوت هذوما باش يكونوا موجودين. خذوا ورقة وستيلو نورمالمون نسيت نبعثوا تلقاها ايفانكلي في كومنتير هكا نركبوا احنا كيما نقولوا كيما قلت لكم نقولوا الناس بكي باش نخلي شويه سنيريا للشربه باش نزيدها محليه الجو في اللايف تبارك الله وسيتو منور رمضان توا ما شاء الله نصوركم يعني تبارك الله حبيتوا الكبده و لا احنا في سياقس نقولوا كاس هو تغطس الكل من بشكوته في كاس السيترا به يزمع مترجم محلف هذا يا ليليا به تفضلك عاد تحب مرة ندو مكتك يا شيف ان شاء الله كنت ربي يعطيك الصحة. الناس كل اللي خلطوا علينا مش نمرق هذيك قصتي نمرقها ونخليها سلة 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 كما يقولوا الفنانين شيف كان براتي دو لانيو وزيتيزي بور لو كوسكوس. بالنسبة للكوس الشيرين المو انتوما واش تحبوا زبيب يتفور شيف ليه زبيب ما يتفورش شيف عندك ريستورون ان شاء الله بودو تربي طبعا مش ريستورون ان شاء الله مش تو مزي بكري الكورونا الكوفيد وشي سارة. بالنسبة للبارتي نتاع الكوستي معلوش عاز حاجة بالكروم هو يقول لك الكروم متاكلة مرمومة مي كان ما عندكش نجم تاخذ نقول كل بارتي باش تحضر بها كوستي يعني تقص شوية من جيبو كل قدير وقدر. كمل هذيا شكاية ولا خير هكا نفوت كوستي عال العال بتوزويزة تاع كريان احمر شايف ذوق من كلتك شايف ان شاء الله كي راوح تونس قال لي وين تخدم فما حدا مشكل ان شاء الله قدرة ربي اللي يحب ياكل الماكلة يجي اتو مور فما حدا مشكل. شايف رفيق الدوس اهلا شايف شنو هو دبارة نتاع اليوم دار فيك يا نفس ثوم نوم يا ترى فاش ليه هي اليوم امورك به عندي الكمالة نتاع السوق بس هذايا هكا كان لاحظتوش حاجة سيرتو مع العلوش راهو ما نحطوش ثوم يعني ما حطيتش ثوم بالنسبة للشربة وإلا الكسكسي ماكلة طيبة تاكلها كل وحدك شايف صح بشوي. لا والله يا نور الماكلة سيرتو في رمضان نحاول كل قدير وقدره يعني نتصدق ما كتب ربي ما هو ما نقولش أما الحق أنا ماكلش ماكلتي ديما ناكل الماكلة تاع الوالدة ربي فضلها ديما نقول لها اعمل لي حاجة على جنب أبار خفيفة باش ناكلها
لا لا كربول بس في جربة بربي ان شاء الله، خذت ربي خذت ربي ان شاء الله ما يصير علينا ما يصير كان خير. باش ناخذ كمالة الفانيليا باش نقصها جويده باش نرميها في الشربة، باش المنوي هاكا فيسا فيسا يحضر وعلى طريقة سريعة. خذوا بعض ورقة وستيلو باش تقيدوا لي زانجريديون كل سيرتو ولا اموري على احسن من الباب. اما نحب نفضلك بيان سور ليلي نفضلك، انا قلت لكم يعني انا بدي نفضلك ونحب الجو. مصور شاف اهلا بيك وصحة فطورك. حتى احنا ما نحطوش ثوم على علوش، برشا يقول لك تحط ثوم على علوش، برشا يقول لك ما تحطش ثوم. انا نقول لك في عديد من الوسائل ما تحطش ثوم على علوش، مي هاكا في القديد انتوما زاد كيف كيف تنجموا تجتهدوا في القديد نحطوا ثوم. وحاجه اخرى بارتاجيو الفيديو باش تحصل المنفعه للناس الكل، وباش الناس الكل اليوم يشوفوا بعض الحلوم تاع العيد. كيف جيو لتونس نجيو ناكلو عندك ان شاء الله بفضل ربي يا ولدي. ان شاء الله ان شاء الله ما يزيد علينا كان الخير. تنحاول نعمل جهدي بالظروف اللي موجوده في تونس ان شاء الله. هذيك الشربه هاي حضرت هذي بطيخ هكا هذي هكا وانت عطيو ركبو بخلية زعر. شنو هو نعمل باش ما يجيش معجن الكسكسي؟ الكسكسي باش ما يجيش معجن كيف كيف ما تفوروش برشا ما تمرخوش برشا. دونك فما طريقة سهلة برشا تبعني، كنت ليلة النص حضرت وريت كيفاش نعمل كسكسي بنين على الطريقة نتاعي أنا. انتوما زادة كيف كيف تنجموا تحضروا كسكسي بنين يعمل 66 كيف. دونك لو طون اللي كمل بعد نزيد شوية أي بيه فلك من الحق. ساعات الواحد كيف يبدا تعب ولا لا يبدا مش مركز. صحيح صحيح جو كونفير من الرجال. هاكا ركبوا فيسا فيسا الماكلة باش من بعد نتلاهاو بالحلو. وعندنا سلايكة زادة. نحب نشكر حازم بن عيسى راديو بون لو نور، خالد عويج تونسكوب اللي كيف كيف يأمنوا في البث يبارتاجيو في اللايف. انتوما زادة كيف كيف نجموا تبارتاجيو اللايف باش تحصل المنفعة للناس الكل. العملية سهلة، عملية واحدة اثنين. نحطوا شوية زيت كما العادة، تعملوا قلاية زعلة وهكا فيسا فيسا العشية يكون حاضر مركب تبارك الله. عندنا البلاك نتاع وي فوليكس اليوم اللي هي تعاوننا بالكدا بالكدا تبارك الله. النار حامي يعني قد ما تحاول تبقى فيسا فيسا المنيو طاب. حطينا الكرب نتوك العادة الدبل. فما شكون زاد كيف بالنسبة للبصل يحط معاه شوية ملح، فما شكون يحط شوية ملح. الطرق الكل يختلفوا، مي الهدف واضح، الهدف انه نحضر باش نعمل بدر البنين يعمل 66 كيف. حطينا البصل الدبل مليح مليح، حطينا الدبل حاولوا زيت الكل بالطبيعة على الحيوة زي تنكمل قصها. ربي عندي طنجة اللي عندك طيب فيها مرتين قطع شريطلي رغم ما نستعملش مغرفة حديد. يظهر لي في الحكام بعد ما في تنظيف مصفى تلقاك حكيتها حتى نورمالمون بس مونتيكس تمسحها خفيفة. هي الحاجة الباهية تبارك الله تشد سخانة وطيب فيسا فيسا هذيك الأفونتاج نتاعها. أما ديما مغرفة لوحة فيها مغرفة لوحة وساعات حتى في التنظيف تغاشي ينزلش عليها ولا حاجة. نحطوا شوية قرفهم بالعصير أصلا ما شايف شنو باش طيبنا اليوم. دونك اليوم موجودة شربة شربة فريك، معنا مع شربة الفريك كسكسي، عندنا قلاية زعلة هكا هما مخصوصين حاضرين.
بالنسبه لكم مع العبيد ديون دونك تنجموا انتوما تصمتوهم في الماء، وانا بيرسونيلمون نختار اللي ما نصمتهمش. فما دي كودي كونفيرونس بالنسبه للريسيت، مع انا هاكا نحاول ديما نعطيكم ريسيت سهله وبنينه، ما طلبش برشا وقت وما طلبش برشا جهد. دونك بعد ما غادي نتصل به مونس عبالك تبارك الله يعطيك الصحه، يعطيكم الصحه الناس الكل. ما حاجه بركه تو كل نهار استنس نسالكم سؤال، نسالكم سؤال انتوما ليل 27 شنو تحضروا؟ شنو المنيو؟ تقطع الحم بالهضم تنزل انتوما ليل 27 شنو المنيو تحضروا؟ هاكا هربتوا اليوم ما فماش باش تقولوا لي شنو هي الدبار، اي شنو هي الدبار نتاع اليوم؟ شوف كتب لنا اسم الست فوق كل لايف بالسهل هنا كيف نرجعوا نلوجوا ان شاء الله. بقدرة ربي كل لايف باش نحاول نعملوا الكومنتير نتاعو ونحطوا الاسم نتاع المنيو كامل باش حتى في الريسيرش تلوجوا كيما قلت انت تلقاو الاسم. خليوها تتخلى باش ما تسيبش ما شاء الله عليك زيادة عليك طيب باهي. مص سواق شربة دويدة كسكس وسمسة، أي صحة صحة مليحة. المنيو شنو هو المنيو؟ دونك عندنا قلية سعرة، عندنا شربة كسكسي بطبيعة باش يتطور لهنا، عندنا الماركة نتاعو هاي تخدم أونكور، يعني ما شاء الله عندنا المنيو يعني 66 كيف، عندنا الرتيب زي كيف الرتيب تاع كولي. أنا من جزء البيت بيجا، تحية للبيجا والأهالي بيجا. شيف وليد تيكو بونجور، ربي شنو نوعهم تنظم قداش يعمل صومهم يعيش. ياسمين الله يبارك، سونيا بن فرش الكسكسي شنو هي الدبارة نتاعكم ليلة 27؟ هو هذا سؤال الجماعة اللي التحقوا علينا توا قاعدين يتابعوا فينا، شنو هي الدبارة نتاعكم ليلة 27 وشنو هو الحظر؟ دونك حكينا الكلاية مع شوية بصل، زدني الكركم صحن شوية ملح شوية تلكل بعد ما نطلب شوية ماء. باهي احنا نطيبو كيف نطيبو المنيو نتاعك اليوم، سي سي بوسيبل في الديسكريبسيون تاع الفيديو حطينا المنيو بو بوا فيديو ست ان شاء الله الله يبارك. الكسكسي بالعلوش ثم الكسكسي بالعلوش ثم استنى شوية ثم الدبي ثم بريك ثم تفتيشي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، كسكسي اشترى الشعب يا الله لك تنعى هذا بيان سور، الله لك تنعى هذا وان شاء الله ديما مرمومين كثير ان شاء الله ربي يحيينا من فيلو. دونك هي قلية زعرة على الطريقة نتاعي انا، نزيدها قطيرة زغرونة بعد ما كنت خليتها دوب ليش هي والاجتهاد يكون موجود، الاجتهاد ديما يكون موجود هكا. ما نحكيكمش الامور تحت السيطرة الامور اليوم ان شاء الله ليلة موسم كسكسي. ايوا شكون جاكم الجماعة اللي مازالوا ما عرسوش، جاكم الموسم ولا ما جاكمش الموسم؟ كسكسي وسلاطة بشوية، وسلاطة بجل شربة وطاجين، سوق وكسكسي باللحم وزبيب سلاطة شوية بريك. دونك ان شاء الله ان شاء الله بالنسبة لنا الموسم تحت الناس كلنا، انتم بارتاجيو اللايف باش يستفيدوا الناس كل. الروتي تراه ورينا بربي وكيفاش تتعمل. كسكسي بالعلوش عادتنا القلعه الكبرى، تهيلا هي القلعه الكبرى مش نعملو في قرفنا حميده بنعيش بأكيد ولا يخفى كمان على كسكسي. وان شاء الله موسم مبارك علينا الناس الكل، كسكسي دار عرس وشربه لسان عصفور وصاد خاص وصاد غبر. الله نصلي على النبي صحه صحه. دوك الخليه ساره نخليوها تو سلة 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 كيما العادة، هي سلة سلة بالطبيعة نعطيوها. باهي يعجبني فيك تقلي الماكلة بيان مش كيما الشيفان الآخرين،
تقولي طيبه لا 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 سمية ميسير اشتغل الشيفان الكل يعطيهم الصحة اللي ديما يجاهدوا ويكونوا موجودين في الكوجينة باش يطيبوا في ليكوليس وقت اللي الناس تبدا نقولوا احنا في البحر ولا تبدا عاملة جو الشيفان يطيبوا في الكوجينة به انت عديو للروتين وريكم الروتين فيسع فيسع كيفاش باش يحضر روتي بنين وخفيف وديما على الطريقة تاعي نقول على الطريقة تاعي شيف بوتون ميتر بيكربونات دو سود دون لو باش كوتو بالنسبة درصاف راهو البيكربونات دو سود في فرنسا الكل يخدموا به يعني يعمل ما جانا شيء يعمل جو باهي سيرتو البيكربونات رياكسيون كيما ليفور شيميك مي فازابل تنجم ماهيش مشكلة به ليليا ما جا شيء ما جا شيء ليلة النص نورمالمون ليلة النص يكون موجود كل شيء موجود يا ليليا به وسمنا ابو وزام الحدود وسكر اي سيدي دونك عندنا روتين تاع بولي مليحه باش نوريكم راهو سيرتو يعطيك الصحه وان شاء الله ربي يداوم النعمه ويحفظها من زوال امين يا رب العالمين. بالنسبه للروتين ديجا محطوط يعني في سلي بالفيسيل نتاعو كيما ترى لي تابلو لهنايا انا باش نفوقو هذايا شنو باش نعمل مي ها القوة وين القوة اللي يلزمنا نعرفو كيفاش نفوقو هاي سيدي سيدي نبدأ أول حاجة عندنا شوية ملح إيدين وشوية فلفل أكحل نصلحو شوية كي نحطو شوية هذا ونقلبو هاك حطو شوية فلك برشا عبيد ما عادش يقولوا بيه الموسم والله يا ليل يا ما نحكي لكش مازال عبيد تسألني انا نقول لك عبيد مع احتراماتي لبعض الاشخاص يمكن تكون رجعية ولا مش رجعية مع احتراماتي ديما نقول يعني نحتفظ برأيي انا رأيي يخصني انا ما يخص حتى حد اخر أمني يا ليلي يا برشا عباد يوصلوا يتعاركوا حتى على شكارة السميد ويتعاركوا حتى على علوش يعني في عرس لا مش حتى موسم بركة لا ما تجي باش تعرس كيما تجيب لي شكارة نتاع سميد تصور انت في 2020 جيبوا شكارة نتاع سميد باش نعرسوا وإلا جيب لي زوز كاجوات نتاع خضرة هذيك للعشاء نتاع المرأة يعني فما برشا عباد يقولوا بيه صحيح ليلي الموسم وما يقولوش بيه أما فما ناس سامحني في الكلمة كيما قلت لك وراي رأيي أنا أنهم رجعيين شوية في عاداتهم وتقاليدهم في عاداتهم وتقاليدهم يعني يشردوا برشا في الموسم راهو فما سبع يديك مش قدم عظم كيما نساء كيما رجال أما فما في نساء يشردوا ساعات لحاجات مشحفة على الآخر على الراجل شنو هو في وسطه الروتي بالنسبة للروتي يعني جوست ملفوف ما في وسطه حتى شيء ما في سلي حاضر باش باش نفوقوه توا على ليزير دو بروفانس بالنسبة ليزير دو بروفانس دونك عندنا شوية كليل شوية زعتر شوية صوص شوية مارجولين وشوية بازيليك ليزير هذوما كل مخلطين الخيط يخلق في التصوير الله يبارك صاحبي الخيط يخلق في التصوير بعدو الخيط يخلق في التصوير شحال نعملو تنعاقبوه الخيط في التصوير الله يبارك المفيد ما يتغش حتى حد هكايا سافا هاي نصورو سافا محمد حسوبي ان غون شيف مومون ميرسي بوكو يعطيك الصحة يهزو مساكن في خط علوش تقول كل يوكلوا في نمر بتفدلي بتبيع نفدلكو يعني احنا يعني قاعدين نفدلكو اما فما ما ننكروش ما لازموش ننكرو اللي فما برشا نساء يتشرطوا يعني قلت لك يتعاركوا حتى على شكارة تاع سميد وزوز كاجويت نتاع خضرة فلفل وطماطم وموسم ونحب ترشنية ونحب ترشنية الفايدة في الهنين الفايدة راهو تنجم تعمل أقوى عرس وتجيب لك أقوى موسم وصياغة صفرة وبيضة وزرقة وحمرة وبعد الهنية يجيب فيه ربي يعني هذاك هو الفرق بعد ناخذ شوية زيت فوقو مليح مليح كيما قاعدين نشوفو هكا باه بعد ما تفوح زين العملية كلها راهي روح ومحبة بالنسبة للكوجين نتعداو جيس نفس البيع
يبارك لك شيف، شكرا لحسن اخلاقك، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي قاعدين تبعوا فيا. كي نقولوا زادة روتي، شنو ناخذ انا؟ شوية بصل، انا في عرسي قلت له الفلوس اللي باش صرفهم في مواسم نعملوا بهم حاجة في داخل، والله يعطيك الصحة ويرحم والديك، هذه الحاجة الباهية. هاو اسمع، يقول لك رأى وراء كل رجل عظيم امرأة الحق، ونقدر ونحترم المرأة اللي ما تشرطش على رجلها واللي تقول له الفايدة في الهنا، هذيك راهي امرأة تنجم تعمل عليها وتنجم تحل بها دار. وكيما فما زاد نسي برشا نسي الحق، أبار كل موسم وكل شيء، يقول لك أنا بالنسبة لي أنا ما نعرف من عرس كي مش نجيب صغار وكهو ومن بعد ما يهمنيش في الراجل. فما راهو كيما نسي كيما، مش خاطر راجل بيان سور راجل، وندافع على الرجال ونقول كلمة حق حتى كان نسي، خاطر ابريتو نسي شنو هو نسي، تنجم تكون امي اختي بنت خالتي بنت عمتي، دونك ما ننكروش صحيح ولا لا. الفائده في العشره كيما قلت رجاء، وكل حوايج تافهه الشروط صحيح ليليا، والله يرحم والدين والديكم كي تقولوا كلام باهي. الفائده الخطيب والخطيب متفاهمين، والباقي كله شكليات بالطبيعه. هاو سي جي حلو برشا، سي جي ليلة 27 شنو اللي يصيروا مشاكل ليلة 27 حاسين، يا تكمل في الخطبه يا صارت المشكله وليا ولي ربي و وكهو. هاو الفرق والشيء اللي قلق ساعات. موسى بالك وربي يعطيك بنت الحلال. الحمد لله عندي بنت الحلال موجوده نور ريما، بالضبط الفائده في الهنا والباقي كله على المظاهر. راهو كي نحاول نحكي سورتو كي نحكي من منظور شنو هو موجودين، يعني شنو هو حاجات ريتهم، شنو هو حاجات كي يقعدوا في القهوه واللطف. راهو فما البيع والخايب كيك سوا في الرجال ولا في النساء، هذه الحاجه الموجوده بالنسبه لنا. هذه روتي هاو كريتو المنيو نتاع اليوم كله نشاط وحيويه. المنيو نتاع اليوم شويه بصل نحطو سير روتي هكا، البصل هذاك ما نحكي لكمش بليه شيف، القصة نتاع الخضرة سرها في السكينة. اي ايوت به القصة، والله تعلم تكنيك من بعد نحاول نهار من هذا نوريكم طريقة نتاع تقطيع الخضرة باش تتعلموا انتوما التكنيك. باهي شنو طيب حنان، الفايدة في الهنا مش في الموسم بيان سور، تابل سيموني الفايدة في الهنا، وربي يهنيهم وربي يحفظ كل كوب اللي يحبوا يهنيو على الريح. باه باش ناخذ شويه ماء باش نحطو على البصل، باش من بعد حتى كي نلقى الكميله بعد الروتي نلقى هاكا فما شويه كجو لبني مع جو دو كويسون، جو نتاع الروتي مغرفه، نحطو شويه ماء على البصل. يا ربي هنيك شايف الفايدة في العشرة، نقدم مكتوبين سانكون كل موسم شي حاجة سؤال سميد لعلوش، الحمد لله سميد لعلوش ما حدا كلمك يا شايف. وكيما قلت الفايدة في الهنا، غير الفامي ما يدخلوش رواحهم وهما يرحموا به. بونجور خويا بلي خلي لي صحن كسكسي، بيان سور عايش خويا برهاني غالي احلى شيف، دونك حلي شوية مية في الروتي كيف كيما نقولوا تنجموا دو بريفيرونس توا تحطوه في فور سله، انا باش نخليه يرجع بالنكهه، يرجع النكهه للروتي. تري في الماء هذاك من بعد وقت الكويسون باش يسيب الجو نتاعو لي سوك البنه هذيك كلها تكون موجوده، باش نخليه انا ديجا في فيحو نجمو نزيدوه باش نزيدو شويه موتارد، وكل واحد وكيفاش، يعني كي نقولوا احنا الفيح نتاع الروتي كل واحد يجتهد على الطريقه نتاعو. سيدي باش ناخذ الكميله نتاع الصفه نخليها مغرفه زبرونه تاع موتارت، وسيرتو بون في الروتي راهو برشا يزيدوا حاجات اخرى. مي انا هاوكا نحاول ديما نعطيكم اللمسه كيما نقولوا لمسه هاوكا سحريه. هذه شويه موتارت حليتها في الماء باش نصب عليه دوبليش موتارت ونخليه في الفاه نتاعو. هذايا بالنسبة للروتي، هاو هاكا نجمو نكبوه باش يبدا مشخشخ.
نجمو نغطيوه حتى بالبصل، نغطينا توا يتنكى ومن بعد نسويه في بلاتو في الفرن. سر القصف سكينة أكثر منه تكنيك، لا تكنيك مش بسكينة، نجمو نقصو حتى كوبون كيما يقولو جيمان، كل مشكلة مش بسكينة يا سلام. فمش حاجة غير تكنيك بالنسبة للقصان، يعني يلزم فما تكنيك. محلاه جو برشا في اللايف تو باش تحديو للحلو. ما تنساوش بالطبيعة راه باش تكون موجودة سلايطة، ما نقول انت صرفت صرفت، نكمل نقص السلاطة في المرة أو نقصها من بعد. زيد الكل نحاولو نحيوها. باه اون ليبير جوست ديما الكوجينة، نحيو زيت الكل باش نجمو نتوما تشوفو وتحصل المنفعة. الناس الكل تنجمو تبارتاجيو زيت كيف كيف، قد ما تبارتاجيو قد ما تحصل المنفعة للناس الكل. نفس البلون تراباي كيما العادة، كيما كتبتم كيما عودتكم، اشترى الكوجينة نظام راهو يكذب عليك. الكوجينة ما تسحقش، مش مشكلة نتاع باش تقول لي مثال هكا فلان هكا ولا هكا، كلها تبارك الله نفس وروح، يعني يا عندك يا ما عندكش في الكوجينة. ما تنجمش تقول حاجة أخرى عكس ذلك. نطفو لو بلون دو ترافاي، ها يا سيدي اللوحة هاذيا ما تسحقوهاش. جيبو لي زانجريديون اللي حشنا بيهم، تقرا الروسيت وقول لي تنجح ولا الله يبارك ارفيا. تنعاود نقرا الروسيت، جست عاود حطها في 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 كومنتير توا، تنعاود نقراها ونقول لك توت سويت، خاطر كي مع الكومنتيرات نتاعكم كل راه فما شنو اللي مع البصل، اللي مع البصل روتي، روتي نتاع جيش باش نطيبوه من بعد. خلينا شويه في المارينات نتاعو، خلينا نطفو في البلون دو ترافاي باش نجيبو لي زانغريديون. شيف يا اخي عملت كسكسي ولا مازلت؟ بيان سور مالنا، عملت كسكسي وحضر وانكور باش نحطو يتفور بعد شوية. هذيك بالنسبة للكسكسي، عنا اللهم صل على النبي، كومش عرفت تقلي الزعرة هو مسيرش اللي ما يدري يقول سبول ليليا. بيان سور الفيا المقادير، باه نعاود نقرا المقادير تاع الفيا. شكرا ان شاء الله عيدكم مبروك. باه حمص مرحي، فارينة سكر محول، منشاه 80 غرام، زبدة، زيتون جلال، سكر فاني وقشور بقدر. اي حلو هذايا بالنسبة لل الفيا للحمص، غرايبة حمص تركة أخرى. مسك شيت سكينة دمارك، فرق كبير تبيع تكنيك تقعد مهمة طبعا. شايف نجم نعمل بشكوتو بالدوية، عاش نحكيو بركوا مامو اي بابا فيان باتي دي شيف ساسخا سامبا لايف لايف فامي ياجو ديغي. بيان سور ربي فضلهم الوالدين الكل بالطبيعة، مي تو سامحني يعني انا موجود شايف ونتعبهم زادا، وما خلينا نرتاحهم شوية في رمضان. هذاك الفرق، دونك موا في رمضان حاول ارتاح. هي هكا تخ تاع مستر سنتيف، بعد عليها قصة بنينة تاع عدنوس وفيها بسمن، ما نحكيلكمش على الكلية زهر، نطفي عليها ديجا باش نبدلها ونتعداو للديسير. هاي حاضركم يعلم غايبكم. طيب كسكسي تونسي، بيان سور كسكسي تونسي حنان لطفي جيزان يعطيك الصحة، ربي معاك، ربي فضلكم الناس الكل. اللهم صلي وسلم على رسول الله، ما شاء الله تبارك الله، دونك صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لينا كيما قلت لكم نحاول باش نوريكم الطرق الكل، باش نجيب المقادير، باش نجيب طاب وكاينين كسكسي بالطبيعة كسكسي البنين العالمي. ليلي نورمالمون تبارتاجي لافي نتاعي، فما هذوما سيرتو بالنسبة للغرايبة نتاع الفرينة، فما لي زومبورتيفيس هذوما حلوين، وعملت شوية غيان كو باش نتوما تحاولوا تحصل المنفعة للناس الكل. شوف يا أخي عملت كرسي ولا مازلت؟
طب باش نعرفي الكعبر نتاع هيا سيدي هذايا بلاتو هالغازي طيب صاحبي وينك لاباس جعفر الفاتي عايش خويا جعفر ليك وحشة هاني بارتاجيت في جروبنا شاف رجاي بارتاجيو نتوما الناس الكل باش تحصل منفعة للناس الكل باه كل واحد بالنسبة لينا يقولولنا قلتولنا ديجا نتوما على دبارة نتاعكم في ليلة نتاع 27 اللي هي معروفة حاجة سهلة برشا باش نتعداو توا للريسيت نتاع الغريبة تاع الفرينة قايدو 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 الغريبة نتاع الفرينة دونك شنو نسحقو نسحقو 100 غرام زبدة هاكا ديجا موجودة كيلة نتاعها 100 غرام زبدة ناتيلي دونك تمبيراتور امبيونت نسحقو 30 مليلتر نتاع زيت 40 غرام نتاع نشا ساشي نتاع سكر فاني و 60 غرام سكر محور و 230 غرام فرينة ربي يبارك لك شيف استفدنا منك برشا يسترك عايشك ربي فضلك يا رجل دونك نعاود نقول المقادير نتاع البات كنت حضرتها هاكا كيفاش تراوها محلاها كيما يقولوا بيضة ولا البلدية يقولوا بيضة بيضة باه شنو فيها نتاع خدي تونسي نتاع كيلو لحم باهي قالك نسلم من بعد شوية جويست خاطر توا قاعد نحكي على الحلو تذاكر من ورانا شيف جبتها حاضرة ما فيها حتى شيء بالنسبة ارفيا للطريقة نتاع التحضير البوسكي اللي ياكلوه زرية ابيض باه المقادير دونك اول حاجه نحط السكر نزيدو زبده وزيت والسكر فاني ومن بعد نحط الفرين وهكا عجينة خضر سيرتو ارفيا عندي منهم الكل اي اي اي, اي هاو الفن هاو الفن ليليا دونك عندنا لي زومبورت فيس زغرونين هكايا باش نحضروا نجمو نحضروا بهم ونجمو نعملوا طريقه اخرى دونك زبده كيما قلت لكم تمبيراتور امبيونت نحطها افا باش ناخذ العجين ما عادش كل واحد كيفاش يرى الحكاية نعملو كعبرات صغيرونات صغيرونات كعبور هكايا شو محلاها وناخدو لوز لوز كان عنا بالقشرة سينو كان معناش لوز بالقشرة ميسيرش نجمو نحطو لوز مقشر شوف الله مصلي على النبي هذيا الغريبة الزمنية من قاع الخابية الغريبة التونسية الغريبة متاع الفارينة اللي ناس بكري اللي مازالوا حيين ربي فضلهم يطولوا في عمرهم واللي ماتوا الله يرحمهم كانوا قبل يجتهدوا ويحضروا الفرينه الغريبه نتاع الفرينه دونك التكنيك نتاع الغريبه نتاع الفرينه تختلف علاش نقول لكم تختلف على خاطر تنجموا تحضروا باي طريقه نتوما تحبوها هاكا جست بعد شوي باش نجموا نتوما شوفوني بالطبيعة ما تبعونيش ما تقصوش على الخامة نتاع الكوش الخامة نتاعكم تاع الدار شاف بالليل الغريبة نتاع الفرينة تحب الخدمة ونموها كهو على خاطر تجي يابسة أما أنه بالنسبة ليها الغريبة نتاع الفرينة مش توقع تعمل برشا مانيبيلاسيون على خاطر يعني نقولوا احنا من بعد تبدا مزيتها سايب لها الزيت نتاعها تهلكها ماذا بيك تتعامل بحب وحنان مع الماكلة ومع لي زانكريديون دونك باش ناخذ تو نهبط لكم الكاميرا كي باش كم تشوفوني مليح هكا هي غريبة تاع الفرينة الزمنية نتاعنا راهو اللي ناس بكري حضروه والفاكهة اللي في وسطها هيا يا ليلي يا ليلي راك معايا يا ليلي يا ليلي ها 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 هو اللوز شاف المرميطة الأخرانية تمشي جنب أعمل طلع عليها تمشي على جنب باهي بيان سور فيها الكسكسي عارف شنو نخلطو فيها الصوص خليتها سلة سلة بطبيعتها كسكسي بالحلوش توا ما نحكيكمش الله مصلي على النبي الطريقة الثانية كيف كيف تاخذ تنجم تعمل هكا أنا نحاول نوريكم باش الفايدة تحصل للناس الكل دونك هاكا غريبة تاع فرينة نوريكم الأشكال الكل وانتوما من بعد كيش يقولوا الناس بكري عينكم ميزانكم فما الفاكهه اللي في الوسط ليليا نجمو نحطو كان عندنا زوزه مع نيش مع فماش زوزه كما قلت لكم كل قدير وقدره كل واحد كيفاش ناخذو البوانت هذيا نقصوها نحيو زيت وبعد بالفرشيطه نزرحوها دوب ليش هذيا بالنسبه للغريبه هكا جراحة دوبليش
هما ثلاثة أشكال وتختلف الطريقة نتاع التحضير. ما أنا هاو كنحاول باش تحصل المنفعة للناس الكل، نوريكم كيفاش نعملوهم كعبرات هكايا، وانتوما زادا كيف كيف تنجموا تجربوا الروسيت. ونذكركم بالنسبة للروسيت، نذكركم في المقادير. دونك عندنا 100 غرام زبدة عليها 30 مليلتر نتاع زيت، 40 غرام انشي سكر فاني، طريف 60 غرام سكر محور، و 230 غرام فارينة. هذايا باش تحضروا بها الغريبة نتاع الفارينة. جربوها وقولوا لي شنو رايكم، وكيف كيف تنجموا تصوروها ابوني فوق بكل شيء في الانستغرام، وتنجموا تصوروا لي بريباراسيون تاعكم وتاجوني في الانستغرام ونوعدكم نبارطاجيها. فلوس العجينة باش تقعد منمشة بيان سور بالطبيعة. ليليا، والله ليليا حبينا على غالب ان شاء الله تشوفوا بعد رمضان نعملوا لايف مشترك، لايف هاكا انا وياك فيه حلو ومالح، وهكا تحصل منفعة للناس الكل. المعلم حلو ومالح، عايش خويا برهان يا غالي، عايش خويا شيخ برهان، حضرتي سيدة معلم وربي يخليك. وسيرتو فكرت كي نحضر كسكي نتفكر كنتي، دونك هذاك هو المفيد. بالنسبة لينا برافو شيف، ريحة بنينة برشا، مونيا خميسي ريحة بنينة برشا. للي يحب يجي يشق فترة مرحبا، والله دار محلولة للناس الكل. وكما نقول الناس بكري منين باش ناكلو، يعني منين باش نفطرو، نفطرو الناس الكل مع بعض هكا. ها هكا ما عنديش فارينة، ايش جهز فارينة برهان، ايش اخوي فما حتى مشكل. انتوما تختلفوا بالنسبة لكل، احنا في التكعبير في بركانة نعرفكم فنانين هذيا نفدلك بالطبيعة، نعرف برشا اللي فنانين تبارك الله في التكعبير. دونك نحاولوا هاكا يعملوا كايبرات هاكايا هاكا شو محلاها. هذي بالنسبة للكعبر، أنا مش حاول نزل بشوية خاطر هذي يلزمني نحط لها الكويسون نتاعها 140 درجة. دونك باش نكعبر هكا كعبر سهلين. للي يسأل على الروسيت، دونك باش نستحقو 100 غرام زبدة على 30 مليلتر زيت و 40 غرام انشي ساشين تاع سكر فاني و 60 غرام سكر محور و 230 غرام فارينة. زبدة زبدة و ميمة تمبيراتور امبيونت، طريقة جديدة سهلة يمكن هذيك تاع فسخو شهيه. كذوما الكبرات هكا تك تك، والفور بطبيعة يلزمو سخون. يعطيك الصحة بوغ لي روسيت، نحب روسيت نتاع زوزة ميرسي، الله يبارك روسيت نتاع زوزة إن شاء الله. ابعث لي ميساج تنجاوبك على روسيت نتاع زوزة. باه شايف نجم تعطيني روسيت نتاع كسكسي، روسيت نتاع الكسكسي. بالنسبة لروسيت نتاع الكسكسي ساهل العملية، تو حضرنا الصوص، خدينا شوية بصل وشوية طماطم معجونة، شوية ملح، شوية فلفل أكحل، شوية كركم، شوية فلفل أحمر، حطيناه معاهم بالطبيعة مع البصل وسيرتو مع العلوش. ما نحطوش الروسيت هذي تجي مع الحمص ولا الذرة، ربي يبارك لك مونيا خميسي. باهي برشا عباد فنانين في كعبير، والله جو كونفيرم تبارك الله، برشا عباد فنانين في الكعبير. دونك والكعبير عندهم هواية، فما كعبر باللوس، فما كعبر بالفريوة، فما كعبر بالبشكوتو، وفما برشا كعبر. يعني ليليا جوكر تاج لافي تاعك ليليا، والتكعبير فن. تحية للمكعبرين الكل محليهم، كسرونات منين شاف كسرونات، والله دوما كنت حكيت حكايتهم قبل في اللايف. كسرونات هذوكم تاع الحمد لله شريتهم الوالدة ربي فضلها. وانا طيب باش نقولوا له ياسمين دمك، ميرسي بوكو ياسمين، يعطيك الصحة. دونك نحطو كعبات اللوز ونكررو فيسع نفس العملية.
انتم جربوهم الروسيت هذوما جربوهم بالحق وتاجيوني في الانستغرام وقالوا نهاتكم باش نبارتاجيه. من بعد نجم تعاودوا تفرجوا في الديريكت، في الديريكت نجم تفرجوا عليها في الفيسبوك شيف مومن يونس، على اليوتيوب كيف كيف. هما الكيبرات ومن بعد نعطيكم الروسيت تاع بشكوتو العيد. بالطبيعة توسكي بريباراسيون راه دو بريفيرونس تحضروهم وتخليهم يرتاحوا شوية. الكعبير نويع، هاي هاي تلبس كعبير، ربي فضل عندها ذوق. به نكملوا في التكعبير، في التكعبير وعيني على التكعبير كيما قلت لكم التكعبير راهو فن. ربي يبارك لكم الناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فيا، والله العظيم هاني ندخل كوجينا نبدا عامل جو، عامل جو سيرتو اللي انتم قاعدين تتبعوا. الميساجات اللي وصلتني يعني فريمون تبارك الله شيء شيء يفرح، شيء حاجه باهيه. ميساجات الناس الكل قاعده تتفاعل، نحاول باش نجاوب على الميساجات تاع الناس الكل، ونوعدكم ان شاء الله بقدره ربي من هنا لتوا نحاول نجاوب الكل. نحبكم فنانين في الجمال زاده. اي هاد مش تاخذوا وما تعطيوش، هاي جام يزيو من بخل. ارفيا يعطيك الصحه يرحم والديك. اي قول لهم ارفيا بلي ابار جامد، قول لهم بارتاجيو، قول لهم بارتاجيو، بارتاجيو اللايف، بارتاجيو كل اللايف، الناس كل تبارتاجي اللايف. وحاولوا ابونيفو وكلموا صحابكم باش يابونيو في الانستغرام وفي الباج نتاع فيسبوك زيد كيف كيف. تاجيو صحابكم في لي كومونتير، اي تعرفش كيفاش اللي عنده توا صحابو يتاجيهم في كومونتير باش يتفرجوا على التكعبير، والا اللي يعرف شكون شكون تبارك الله يكعبر مليح يتاكي في كومنتير يقول اسمع ها فما تبارك الله كعبر نتاع غريبه غريبه نتاع فرين. دونك هاكا وريكم الكايبرات مش تعديو. من بعد نجمو نعملو غريبه بيضة بالسميد الارتب. قلت لكم راهو بالنسبه لانواع الغريبات الكل تختلف، مي انا نعطيكم اليوم ريسيت تاع غريبه نتاع فرينة. اخترت الكعبر كي منعش سي ان شوا، نتوما زادا كيف كيف. الغريبة هذيا بالطبيعة تكون بيضة، تقعد تقعد بيضة الغريبة. باش نكملوها فيسع باش نافقو زادا كيف كيف. بعتلك انا البارح تصاور الغريبة الفرينة في شكل هلي. تاقيو صحابكم وحبيبكم وخنشوفو احنا بالنسبة لينا شكون اللي تاقي اكثر. باش ناخذ الكاميرا نتاعها، باش ناخذ واحده في شكل هلال هاكا. هذيا ديديكاس ليليا هاكا عندك، هايدا غريبه في شكل هلال ديديكاس ليليا هاي. ثم زيد كيف كيف نجمو تحضروا انواع الطرق اللي تحبوها الكل. الهلال التريفل هذيا شو محلاها. المفيد المنفعة تحصل، باش المنفعة تحصل وهاوكا نحاول نوريكم العديد من الأشكال. إن شاء الله ربي بعد علينا المكعبرين الكل. بعثهم علينا الكعبرو الكل. انتوما زاد كيف كيما قلت لكم تنجموا تلاقيو صحابكم الكل، خلينا نتلموا في اللايف هذايا ونخلي من بعد سيرتو الايامات الاخرانيه نتاع حلو العيد. هاكا كون فرصه باش منكم هاكا تتفرجوا على اللايف من بعضكم الناس الكل، ومنهم زاد كيف كيف يستنفعوا باللي روسيت. بارتاجيو لايف مع صحابكم وربحوا اجر وثواب، وخاصه توا رمضان نجم نضاعف. نعرف بالطبيعه نعرفكم. ميرسي بوكو ارفيا جو كونسكر فو باش بارتاجيو اللايف باش المنفعة تحصل للناس الكل. وسيرتو راهو ربي سبحانه وتعالى يقول لك اللي يعرف يعني يعرف علم ماذا بيه يحاول يبارتاجيه مع الناس الكل. انا حليت اللايف معاكم مع الناس الكل باش المنفعة تحصل، وانتوما زادا كيف كيف تنجمو تبارتاجيو. وقلة ربي هاكا كيما قالت ارفيا راني جيت ليليا الشاطي مرحبا مرحبا. دونك الجماعة الكل اللي خلطوا علينا قاعدين نحضروا في غريبة نتاع فرينة.
هكا تبارك الله. كيفاش نحطوها توا نسخن الفور بطبيعة، فيزع فيزع باش نسخن الفور، نغسل يدي قبل من بعد نوريكم كيفاش نحضرو بشكوت. الفور على 140 درجة لمدة 15 دقيقة 15-17. حصيلو وحدك يا شيف، عطيك الصحة ليلي يا ربي فضلك. باه شنو نجم نعمل في وقت فريق نعمل دراع، طبعا هذيك الريسيت نتاع الغريبة نتاع الدراع والغريبة نتاع الحمص. نحط الفور يسخن، خليو الفول يسخن بالطبيعة. هكا قاعدين نحضروا يبعد علينا المكعبرين والمكعبرات. امين امين ان شاء الله، امين ربي يبعدهم علينا المكعبرين والمكعبرات. جملة واحدة هذيا حاضرة، شربة ما نحكيكمش باش تطفي عليها، سي بون امورها. ستة زيت صوص، اللهم صل على النبي، صوص تاع كسكسي. كنت قبل وريتكم زاد كيف كيف، وريتكم تكنيك نتاع، وريتكم تكنيك بالنسبه ليكم ما نخليها الغريبه ما يصيرش، وريتكم تكنيك كيف تحضروا كسكسي، كيفاش يكون عندكم كسكسي بنين بنين. باش نوريكم زاد تكنيك وقلت عليها قبل، باش ناخذ شويه من المرقه مسقاه يسميوها سقاه نتاع الكسكسي، خليوها بحذنا نقول لكم علاش هذاك باش نحضروا به الكسكسي. هوني من حميده بونجور، الناس الكل اللي خلطوا علينا توا قاعدين نحضروا في غريبه نتاع فهرينا كما تراو الاشكال. تبارك الله شهري تعمل 66 كيف. ثم زاد كيف كيف كابتن تاع حد بيان سور لا سالي عني بي هكا تو مسح حتى حد هكا، وعملت كابتين اها ها ها وليلي ها كابتين هذوكم باسم ليليا ارفيا هاوكا. حضرت لك كعبه تريفل هاو كعبه تريفل باش ما يمسها حتى حد، والباقي هاوكا الكعبورات هذوكم الكل مثال الصحه باش فيه للناس الكل. ناخذوا صحفه ومنتوم هاوكا تراو تبارك الله في الكعبرات، ما نحكي ونحاول نعمل بلوس. ناخذ كسكسي ديالي، كسكسي العاده والعوي. انا جيت توا كيفاش فواحد الكسكسي ليه كيفاش راح الكسكسي. تنجم تعاود تفرج على اللايف هندا، ايمن مرابط دار فيها شيء كبير اخويا. الناس الكل اللي يحبوا يجيو مرحبا والله العظيم، صحة وشفاء، يجيو يشوفوا فيهم بحذانا وياخذوا حتى الكيبرات. هاو الكسكسي فاهم الكسكسي بشهر توا، عاشك ربي يبارك لك. كنت قبل حكيت على الكسكسي وحكيت على التفخيح نتاع الكسكسي، باش نحط شوية فلفل أحمر، وهذايا التكنيك بالطبيعة قلت لكم على الطريقة نتاعي أنا. باش نحط شوية ملح. شوية فلفل أكحل، وراهو تختلف فما شكون يحط عود شركة فما شكون يحط قرفة، يعني كل واحد وكيفاش. بالنسبة للتكنيك نتاع تفويح الكسكسي وكذا يطفوا البنية فوحوا مليح مليح. ثم بعد شوية نتعداو للبشكوتو حضروه. انتم ما وقت اللي تحب جي ذوقي جا مرحبا بكم الناس الكل شكون ترهم شيء اكبر من سهام غاتي. هاي سيدي هذا كسكسي مفوح، هذا اللي تاكلوا لنا عبارة كنت تنجموا راهو تغطيوه. بالنسبة للكسكسي من بعد عندي اسقاء، خديت المرقة قبل كل شيء باش نزيتو. دونك ناخذ الزيت
اللي يسميوه برشا يقول لك ابشن كسكسو كسكسي جويد، اي بيان سور فيت كسكسي جويد. والله بالحق بلادنا راهي فيها برشا حاجات بنينه تعمل ستاسيون كيف الفور عليها على قداش باش طيب الغريبه اللي باش طيب على 140. دونك الغريبه نتاع الفرينه غريبه بيضه، اخترت باش نطيب اعز حاجه نطيب على 140. دونك هكا فرصه سيرتو لل 27 اللي قادمين على العرس الكل هاك تفرجوا على اللايف الكل تلاقيهم. لطفي تليسي احلى شيف، ربي فضلك وربي يحفظك يعطيك الصحة. دونك هاكا اللي قادمين على العرس الكل وجاهم الموسم ولا ما جاهمش، هاكا اللي جاي الموسم يرفع يده هاكا يقول جاي الموسم، واللي ما جاهوش ما يسالش فما حتى مشكل، الفايدة في الهنا. دونك هيا فرصة باش نطيبوا باش تحفظوا باش رمضان الجاي بقدرة ربي طيبوا في الدار اموركم مريقلة. هذايا هاكا الكسكسي كنت فواحته حطيت له زيت اموره ستة زيت كما يقولوا، باهي وناخذ شوية مسقى هاكا سقى اللي هو نورمالمون برد. ونورمالمون حنا نبثوه بشويه ماء، لا انا باش نبثوه بشويه سقا. دونك شو قالك النكهه البنينه نتاع العلوش، نحط شويه سقا من فوق كل واحد راهي تختلف في الطريقه، ما هاوكا انا نحاول نعطيكم طريقتي انا، وكل مره نعمل الطريقه زاده يعني ما يسالش المفيد المنفعة تحصل. هذوما الكسكسي باش نخليوه يرتاح باش من بعد نحطوه يتفور. هاو هنا شوفوا الفور كان سخونشي ديجا قريب يسخن، باش نطيبو على 140 درجة باش نطيبو الكسكسي. ونعطيكم من بعد نذكركم سيرتو بالنسبه للريسيب تاع الغريبه تاع فرينه تاع قهوه ايبانكلي موجوده في كومونتير. اطيبوا لوط نطيبوا من لوط كهاو شيء في الغريبه، سامحني بالنسبه للغريبه ارفيا دو بريفيرونس فونتيلو كان عندكم او الفور سي بون وصل ل 140 دو بريفيرونس فونتيلو الغريبه. ومن بعد سيرتو كي تقلب الكعبه من لوط تلقاها احمر دو بلاش من فوق زي ما تقعد بيض وتابعها ديما عينكم مزيان. كنت نهاية الفور كان أول مرة باش تجرب الروسيت هذايا في فور معين، دونك حاول ديما تبع الروسيت باه الفايدة في العشرة طيب الحم تاكل ويمشي تبقى الأخلاق. اللهم صل على النبي ربي يحفظك يهربيا هذيك الحاجة به كل والله كل شيء ديتا شكارت سميت ديتا الكاجويت نتاع الفلفل والطماطم ديتا يتعاركوا راهم يوصلوا يتعاركوا ومن بعد راهم يقعد يحكي كل حديث يقول لك راهو هاو ما جاتناش كارت سميت هاو ما جاتناش الكاج نتاع الفلفل والطماطم هاو ما جبناش علوش هاو علوش نحب بقرون هاو علوش نحب اصفر علوش كبير علوش وايد هذاك كل والله حكايه فيها كل ديتاي فايده كله جيم في لهنا. والحق قلت لك نشكر كل امراه تحب تهني على روحها وكل امراه ما شرطتش على الراجل على خاطر يكذب عليك راهو بعد الفايده في العشره الطيبه كل شيء راهو يوفى به. هذا باش نحط في الفور الواحد قد ما يعيش يتعلم. بالطبيعة ليليا الواحد قد ما يعيش ما يتعلم. انتوما زادا كيف كيف خليونا كومنتاراتكم ميساجاتكم بارتاجيو اللايف الناس الكل تلقيو صحابكم الكل تلقيو حتى جماعة اللي خداو الموسم ولا مازالوا ما خداوش الموسم توا خليهم يتعلموا كيفاش يطيبوا كيفاش يحضروا المنيو نهار اخر وباش المنفعة تحصل للناس الكل. وان شاء الله ربي يقدرني ويقدركم الكل باش تحاولوا انتوما زادا كيف كيف اي علم واي حاجة تنجموا تفيدوا بها الناس قولوا عليها ومو هكايا واحد نهار اخر يرحم يعني يجيب الرحمه لوالدي يقول لك الله يرحم والديهم كيفاش علموني به. زيد الكل نحاول نحيه كما العاده كسي هذاك سله نعطوه بعد يتفور الرمي نتاعو يغلي والله نصلي على النبي به. المرق طيبته وحده والكسي بطبيعه هند صمودي بالحق المكسي هربيا هند صمودي بالنسبه للكسكسي راهو من اول ما حكيت وقلت الكسكسي ديما الصوص تطيب وحدها وديما الكسكسي تفور وحده مش مقعدوش مربوطين بحاجه معينه خاطر انت تنجم يضبطك الوقت تولي تحضر الصوص. دونك حضر الصوص وحدها
كيما حضرت انا شاسواند والمقفول الكسكس هاكا يتفور بعد كرسي على ماء ما يقلقش الكسكسي يقعد يشرب سقا من بعد تفوره. بالنسبه للكسكسي راه مش عطيتو سقا، لا عطيتو شويه من السقا. نورمالمون حنا نبثو بشويه ماء، التكنيك القديم. من فضلك انا تونسيه ونعيش خارج ارض الوطن الغريبه البيضاء. سميره البيضاء دو يرحم والديك، خلي البنات تسمعك تترف. الله كريم والله، يعني قلت لك فما الباهي وفما الخايب، واحد سوي وعيدنا مش قد بعضنا. المفيد المنفعه تحاول تحصل للناس الكل. الغريبه وصفه الغريبه نتاع الفرينه، غريبه البيضه دونك هكا الغريبه نتاع موجوده في كومونتيري بانجلي، تنجم تشوفها سميره وتعاود اللايف تلقى فيه تكنيك دو بريباراسيون. باهي نطفو البون ترافاي كيما العاده. واليوم باش نحاول نحضروا لكم حاجه باهيه. بنتي مازالت ما خذتش الموسم، بالله ما يسالش يا ليليا، مازالت ما خذتش الموسم. حاول مفيد فايده في الهناء. قول لهم ما نشرتوش على خاطر من بعد. والله بالحق مش نحكي يعني على رجال كله، الحمد لله انا يا ربي. المراه راهو فما شكون اللي تشرت وفما شكون ما تشرتوش، كلها طلعت من دخوش الموسم. نحكيو على شعب اخر من باز لي اسمع اشترى زي كل ياخذوا موسم اكثر. ايه بوفا مش كل ياخذ ما يخرش، يعطيهم الصحه اللي ما يخرش. وراه قلت لك بالحق نامن ونشكر النساء الكل اللي ما ياخذوش موسم، خاطر راهو تعرفش عليه الراجل يعلم بيك ربي. وراهو مصاريف نتاع العرس ما تعرف واش منين تخرج وكيفاش تخرج باي طريقه. به نشوف نتفخذ الفور وهاني جايكم. ما نحكيكمش على تصويره عالمية في الفور. يا سيدة يا مادة من كلها طلعت من دخوش الموسم. توا نتعداو الحاجة ما خير، لحظة بركة نشوف الأب كانوا بحذايا خليه يجي يعاوني في البشكوتو ونرجع لكم. ها هي الروسيت تاع البشكوتو، ها هي تنوريكم ونعطيكم المقادير. دونك هاو بحذايا الأب، يجيب حذايا ربي فضله ويطول في عمره وربي يفضلكم معانكم. دونك هاكا رجال بالكوجينة هاكا، باش خلي شوية نساء ينبرو، ما يسالش الرجال يعطيهم مساحة زادا كيف يدخلوا للكوجينة. جست هاهايا باش نوريكم الطريقة. جست الرجال كيف يحشي، هذا يطفي دايت افسي. جيبوا كرتو بسم الله. عاد كشي انت ولا انت ودي ما خلوا اتم بعض نفرغوا الغاز كله. دونك كنت بتخش الموسم احمد سعيدي بونجور. الناس الكل اللي تلطع عيونهم يحضروا البشكوت نتاع العيد، نفرغوا. كيف حتى نجيب الكاميرا هنا؟ ما تقدرش تجيبها هناك، نجيبها هنا. نحي هنا راك البلاصه هذه، نحي هنا باش نحكي ندور ما تضربش. الله يبارك. اوكي سهلة. كم طفي هاد الصوص تاع الكسكسي خلاص؟ هذي ها هاكا ساهل العملية. وطبق باش نحطو من غاديك طبق عجينة منها. حط طبق لهنا أول واحد تسال هذا لهنا. زين سهل 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 هاكا هاكا بحذاهم. أنا باش نوريهم التكنيك نورمالمون. دابا طبق صغير وطريف الورق. ها يا سيدي يا سيدي كرجع عليكم. مرحبا بالشيف الاب انس تكبير، يعطيك الصحه ربي يفضله لك، يعطيكم الصحه بالطبيعه. سيتو بالنسبه للبشكوت وما نجمش نكذب عليك، كان باش نجم نحضر وحدي. لاسكوس
اللي لازمنا نعملوها دونك ناخذ صحفه فيها شويه زيت تبارك الله يعرف الاب ما تقولش الله يخليهولك مفيده ونعطيكم الرسيت نتاع البسكوت هيا يا سي منصور هكذا خليها بحديك تبغى تجيب الكاميرا في الاخير لا 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 اول حاجه دونك ناخذ يدينا بلون بالزيت نعطيكم الرسيت بالنسبه للبسكوت تاع العيد 5 كعبات عظم عليهم كيلو فارينه قيدوا في صحفيصه نورمالمون ان شاء الله تلقاها موجوده الرسيت ايبانغلي 5 كعبات عظم عليهم 300 غرام سكر كيلو فارينه 3 ساشيات خميره كيميائيه وباش نزيدوا عليها زوج سكر فاني و300 مليلتر زيت وموافقه نتاع قشور برقان و100 غرام تاع زنجلان بالطبيعه نجمو نزيدو 50 غرام بيرسونيلمون زدت 50 غرام تاع فاكهه نعاود نحط نقول المقادير توا هاكا نورمالمون الاب هاكا يعرف التدويره مقله كبيره برشا لا كاري ما تقص لا هاو شو وريك فيزا فيزا الاب هيا سي منصور شوف ضربتين دورتين دورتين هات نقول لك يس 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 هاو هكا نورتنا بالحاج بالطبيعه الحاج ربي فضل في عمره انتم زاد كيف كيف راه تنجموا تقصوا تاخذوها طويله وتقصوا وين مش نوريكم التكنيك مي سيرتو مش كيما راهو تحضروها على الميدا كيما تحضروها بالنسبه لكم في بالكونديسيون هذايا مي انا وريتكم الحاء الزمنيه الحاء القديمه بالنسبه لكم انتم زاد كيف تنجموا تعملوها بوش هاكا تسمعوا فيا نورمالمون الصوت واضح مونيا الويا صح علينا اي خلصتهم دوبل هاكا انتم زاد كيف تنجموا تقصوها طويله ومن بعد تقصوها بسكينه تنوريكم كيفاش سي بون هاكا هاكا كاينه نتاع بسكوي هكايا تعملوا بالمجرح كيف كيف تعملوها خشينه ولا جويده انتم تنجموا تختاروا وريتكم هاكا الطريقه بالنسبه للتحضير نتاع البشكوتو الزمنيه تحضيرها طريقه زمنيه القديمه من قاع الخابيه نصور اي تونسي في تونس فرصه باش نتعرفوا عليه وواحد الشيف امك هكا هو ربي فضلك يليلي هاو ديجا عم جوا كلهم يسش ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير دونك هاو سي منصور يتكلم قال لكم ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير الوالد ربي فضله هذايا من بعد نكملوه من بعد في سفيسة البشكوتو جست نوري فيكم هكا في الطريقه نتاع التحضير ونعطيكم في الرسيت هذايا من بعد نحمدوهم ونسويوهم نعملوهم كما تقول ليليا سمحين برشا ما عندوش وليلي ما عندوش الحاجه ياسمين ينجم يخدمها بالبوش اما يلزمها تكون يعني جاريه اكثر المقادير بالنسبه للمقادير قلت لكم 5 كعبات عظام عليهم كيلو فرينه عليهم 300 سكر و3 ساشيات نتاع خميره كيميائيه ساشيه نتاع خميره فاني زوج ساشيات نتاع خميره فاني و300 مللتر زيت مغرفه نتاع قشور بغداد و100 غرام نتاع ججلان مرحي 100 غرام تاع ججلان و50 غرام نتاع تدير الماكينه هذه انا شخصيا ماخذ منها ونصوري هكا هو هكا كل حاجه يكذب عليك الوالدين ربي يفضلهم يكونوا تاج على ريوسنا هما هكا اللي عاونونا هكا فرحان ويغزر عام جو بروفي شيف تي بارون ماكس الله يحفظهم مو جي بيردو بيغ زون ما ميغ الله يرحمهم الله يرحمهم الناس الكل وانتم زاد كيف كيف ما رضا الله الا برضا الوالدين ربي يرضيهم علينا دنيا واخره توا انا ماما سي بون هذوما ليليا شاتي وانت بخير بخير سي منصور اي سي منصور نحينا الكرسي خاطر يكذب عليك بعد الميدا ليه توا نخليهم على الميدا نحضروهم ربي يخلي لك بوك ويطول عمره بالصحه ليليا قلت نجم تعمل بها وحدك به ربي يفضلوا الوالد وربي يفضلكم مع عندكم دونك حاولت باش نحضر لكم الريسيت نتاع البشكوتو البشكوتو دو بريفيرونس جينيرالمون سونيا شيخه ربي يفضلك المكوي مبروك شيف من سبق كل عام حيين بخير ربي يفضلهولك باه انتم زاده كيف كيف الريسيت نتاع البشكوتو نتاع العيد تنجموا تحضروها في الدار تنجموا تحضروها بالطريقه اللي وريتها لكم يشبك ربي يفضلكم بعضكم ميرسي بوكو يعطيكم الصحة حشمت أنا سي حشمت ما عادش نجم
الروزيت نتاع البشكوت وهيك تلقاوها موجوده نورمالمون. بربي نعاود الريسيت، دونك 5 كعبات عظم عليهم، 5 كعبات عظم عليهم كيلو نتاع فارينا، 300 غرام سكر، 3 ساشيات خميره كيميائيه، زوز سكر فاني، 300 مللتر نتاع زيت، مغرف نتاع قشور البرتقال، و 100 غرام زنجبيل و 50 غرام نتاع لوز. بالنسبه للريسيت تلقاوها زاده كيف ايبانغلي في كومونتير. نجم نحط اللوز والبسلاس كعب نتاع ليت نتاع البشكوت. فزابل مي جربوها بالقشور تاع البرتقال، اللهم صل على النبي تطلع بينا برشا. شتا يو سي فو بلي ميرسي وربي تبارك الوالد للي مرسى الله يبارك فيك. شتا يو ابعث لي ميساج مي جوست راه عملناها في اللايف، كي ترجع تفرج على اللايف حضرناها، تنعطيك ريسيت نتاع يو. ولا حتى اللي حضروا تفرجوا اللايف قبل نجموا تاكيو ريسيت نتاع يو اللي موجوده حضرناها في لايف. دونك بالنسبه لينا منصور شاف منك اي ميساج بيان سور، يقول لك ناس بكري الحمد لله نعشت مع الكبار ربي يفضلهم يحفظهم. يقول لك العرف ماك الشجره اللي ما فيهاش ماء. بالنسبه للرسيد نتاع البشكوت هذه هي كيفاش كنتفقد الغرايب الفوق ما نحكيكمش، اللهم صل على النبي. يلزمها ميده بالنسبه للبشكوتو. خلنا نحيه من هنا ونكمل فيها في المنيو. وين الكاس مكسور؟ يا اخي ما تعملش عظام. بالنسبه للعظام قلت 5 كعبات عظام ليلى، ليلى كربور قلت 5 كعبات عظام على كيلو كيلو نتاع فارين. دونك للناس الكل اللي خلط علينا حضرنا الغريبه نتاع الفرينه، البشكوت وريتكم الطريقه نتاع البشكوت اللي لازمو حاضر بقشور تاع بركدين يعمل 66 كيف. توريكم من بعد لا في 5 كعبات عظم بيان سور، قلت رفيها فيك 5 كعبات عظم على كيلو نتاع فرينه و 300 غرام سكر مفيده. ربي فضلك الوالد يعطيكم صحه. ربي وقتاش لايف ربي اللايف راه هو الماضي ساعتين، ديما كل نهار مستيم مستيم وربع مستيم وربع. دونك حاليا نتلموا جماهير تبارك الله الناس الكل. بالنسبة للكويسون تاع البشكوتو يستحق 20 دقيقة على 180 درجة. دونك هذا بالنسبة للكويسون تاع البشكوتو. دونك لا ياسمين ما عنديش. دونك انتوما بالنسبة ليكم ان شاء الله بقوة ربي ربي يعطينا الوقت الطيب. نحب نقول لكم اللي تخليو كومنتارات تقولوا لنا شنو هو الحلو نتاع العيد اللي باش تحضروه، ونقول لكم اللي غدوة بقوة ربي زاد كيف كيف شوفوا كيفاش باش نحضروا منيو كيما العادة. ما نساوش المنيو يكون موجود ونحضروا الحلو لالي نتاع المرسى جميع بوت خباي بيان سوني. ميرسي بوكو يعطيك الصحه. دونك بالنسبه للجميع اللي خلطوا علينا شنو عندنا منيو، عندنا نرجعوا شوي الكسكسي هذاك شنو هذا الكسكسي يتفور. عندنا كسكسي يتفور معك استاذ حلويات رضال غايتي ميرسي بوكو. فما بيت تخدم مستي ونص هذاك علاش غدو شاف واش باش طيب ان شاء الله قدرة ربي. تو نقول لكم شنو باش طيب. تحيه من بالكهرباء احسن حاجه. بيان سور كان عندنا وحده كل شيء كل واحد ولي مويا نتاعنا اللي موجودين عندنا. ربي يكتب عليك راهو بعد القعده نتاع الميده ياسين حمام منور شاف ربي فضلك يا احلى شاف يا غالي ربي خليك. موني خميسي بقلاوه شاف حضرنا البارح البقلاوه التركيه من بكري نعشق في طنجره محلاها العمر يا كنا على المنيو غدوة إن شاء الله. ياسمين دمق المنيو بقدرة ربي منخبيش عليكم سي أون فونكسيون من الماتير بومير. نحاول باش نعملو منيو بنين يعمل 66 كيف. الغريبة نتاع الفارينة عملها جوست سامحني نقرا الكومنتارات. جيني يابسة برشا الريسيت نتاعك جي تري بيان سور باش نخرجها من الفور ديجا قريب والفور ينقص يقولنا راهي حضرت. نكمل نقرا معكم أستاذ حلويات من الجزائر يعطيك الصحة. رضا الله غايتي كيف كيف نتعلموا ديما ومعك شيف مؤمن شيف دو كويزين يا رضا الله غايتي واستاذ تقني فن الطبخ بمعهد دراسات سياحية العليا بسيدي ظريف. باه ما معناش لهذا الحمص المرهي ما موجود الحمص يابس كيفاش طريقة شيف باش نتحصل على الحمص المرهي كيف اللي موجود في تونس. باه ليلى انا نحط زبدة ونسلي بنا ما نحكيلكش بيان سور تنجح اما والله بالحق جربوه راهو خفيف وبنين ونكهه القشور تاع بركدان راهي تعطي بنه اخرى. بسمه خياري بونجور مديحة بنونس شيف سوي فاشي علاش فاشي هاك خلطت يا غيبتك كان الوالد بحذية في الكوجينه عاون فيا في البشكوتو
فيغ كالو فوتر ديريكت ديريكت ديما مساتين مسين وربع خذ ربي ديريكت عملي سويفر الباج نتاع الشيف توا كيف يحل ديريكت يجيك ميساج في الفيسبوك دونك عملنا اطباق مغربيه ان شاء الله سمسة في الفور كيفاش دخلت البسكوي بالنسبه للطريقه نتاع البسكوي يعني سهله تحط التوسكي السيك دخلته كل مع بعضه من الفرينة تخلي بالطبيعه تخلي العظم جوست نفقد الفور ونرجع لك نفسر لك للي مرسى كيفاش تخلط البسكويت ما نحكيكمش قاعد قريبة الله مصلي على النبي الله مصلي على الرسول تمبيراتور 140 كيما قلت لكم الحاجة الباهية في الفور يعاونكم سيزيام سونس نتاع ويربول شيف حاول تعمل لنا الحلول العربي الله يبارك لك راني نحب نتعلم والله يعني نحاول بالجهد نتاعي نحاول باش نفيدكم برشا حاجات ونوريكم كيفاش نحلوا الحلول العربي وبرشا حكايات به دونك شيف انا توا عملت بسكوي فرشتها جينا زعما علاش تتشقق العجينه علاش شوف الكونتيتي نتاع استكيا ميساج تا بالو مديحه والله ما نجمش لا لا قلت لي انت قلت لي علاش ما يجيوش لي باون معاك في الكوجينه قلت لك وجاوبت علي بون قلت لي كنت غاديكا مي كيمش الميساجات راه ما نجمش نقرا كومونتيريت اما الميساجات راه ما نجمش نقرا شحور بالعسل كومون كيفاش تزيد الماء شحور بالنسبه للشحور انت والبريباراسيون اللي باش تعمل بيه ليليا شطي دونك كيمش تخدم فما طون بور طون عاود لي الفرينه عاود لي فرينه مخال الغريب به ليلى العامري الروسيت على البسكوت والروسيت نتاع الغريب نتاع الفرينه تلقاهم ايبانلي موجودين دونك تنجموا تلقاهم وانا تنحاول نمن عليكم الروسيت نتاع البسكوت ونتاع الفرينه دونك جوست نظف لو بلان دو ترافاي به سلام فضلك عاود لي فلينا البشكوت تاع جن ولا مع شكر للي يتخلط البشكوت وبالنسبه للعجينه الكل ديما يتلم وكان ما لازموش يكون هايدا قاسم برافو ميرسي ما نجموش يكون يابس برشا ما نجموش يكون طري برشا يعني مو نقولوا احنا من بعد قلت لكم تبلوا يديكم يعني بلوتو تعملوا يديكم شويه زيت وتنجموا تروليوها سفورم نتاع بودان هكايا تروليوها سفورم نتاع بودان هكا بسيسه بسيسه جويد ومن بعد بالسكينه تقص نذكركم بالنسبة للغريبة عندكم 100 غرام نتاع زبدة 30 مليلتر نتاع زيت 40 غرام نتاع شاي سكر فاني ساشي 60 غرام سكر محاور و 230 غرام فرينة دونك هذايا بالنسبة للغريبة نتاع الفرينة بالنسبة للبشكوتو نتاع البشكوتو نتاع العيد 5 كعبات عظم عليهم كيلو فرينة عليهم 300 غرام سكر و 3 ساشيات خميرة كيميائية زوج سكر فاني و 300 غرام مليلتر نتاع زيت مغرفه نتاع قشور بلديان 100 غرام نتاع ججلين و 50 غرام نتاع فاكهه مرحيه كل قدير وقدر به نورمالمون صوص حضرتك نتاع كسكسي نشوفوا لهنا كالعاده وريتكم قبل الطريقه ونزيد نعاود نفس الطريقه نشوف الفور سيدي شوفوا عامل فوق نورمالمون سي بون امورها ريقلة جس نحط هاني جاي هاني جاي هاني الفور يعاون سيرتو وانتم هذوما رد بيكم سخان شدوا سخانة المعون ناخذ الكسكسي اللي كنا بكري خلي اثنين بسقا وهكا الجميع اللي خلطوا علينا دونك ناخذ الكركوب
ونحطوه يتفرد. دونك هذيك هاكي العمليه بالنسبه للكماله نتاع الكسكي. بالطبيعه باش نكملوا الشربه هذيك نرميوها اخر لحظه. القليه هيك حاضره والبشكوت نكملوا بعد نفسونيوه ونحطوه يطيب هو والروتي. بربي شيف سموثي زكوكو شنو الكلاص اللي يمشي معاه؟ سموثي نتاع زكوكو دو بريفيرونس تحط شويه فاني يمشي معاه يجي بنين برشا. وبالحق جربوا ويعطي بنا بنا نكهة أخرى. هنخرج الغريبة متاع الفرينة اللي هي حاضر في المرمو. بسم الله هاي يا سيدي، هاي يا سيدي بن سيدي، هذه الغريبة متاع الفرينة. ريسيتا يو سي فوبلي لالين مرسى بيان سور الله يبارك. لا دي راه ما نجمش نستحضر الروسيت الكل الكل فرد مخي في مخي. تبعث لي ميساج تنبعث لك الروسيت نتاع اليويو. هذه الغريبه كما تراو فيها نتاع الحمص هيك حاضره. انا ما نحكيكمش تشهي، يلزمها تقعد بيضه ما تحمرش. هذه بالنسبه للغريبه. دونك نصوركم اليوم عديتوا برشا جو، وان شاء الله ديما عاملين جو اميمه ما شاء الله، ان شاء الله ديما عاملين جو ملمومين في الخير، وان شاء الله ربي يحييكم بخير. بقالنا بربي شايف 300 غرام سكر 300 غرام زيت. قداش نكايل بالكاس؟ الكاس 100 مليلتر. الكاس نورمالمون صغير هكايا 100 مليلتر نورمالمون ثلاثة كيسان. ان شاء الله تو نجربوه الروسيت، جربوها الروسيت وتاكيوني في الانستغرام وانا نوعدكم باش نبارتاجيها. تنجموا تبارتاجيو اللايف الكل في الفيسبوك باش ان شاء الله بفضل ربي نوصلوا ل 10000 ابوني في الباج نتاعي انا. تشهي بيان سور نورمالمون. هات نعاود نوريكم التصويره، يعني اللهم صل على النبي كما جاتش سخونه جوست خاطر سخونه سينو. ها بسم الله بسم الله وبالله. هاي من لوطه تحمرت وبلاش، ومن الفوق راهي تقعد بيضه هاك، تقعد بيضه كما قاعدين تشوفوا هاك هاك. هذه بالنسبه للغريب. نصوركم شوفوا كومبيان دو طون او فور الغريبه. الغريبه 140 دغري 15 مينوت. البسكوي بيان سور فيها كعبتك هاي موجوده، ها مزوز هاي، وعندك التعليل ها كعبتين تعليل. الفور بالنسبه للبشكوت على 180 درجه نسحقوا 20 دقيقه. قداش تبقى في فور الغريبه البيضه؟ الغريبه البيضه سميره تقعد 15 مينوت باش تحضر. بالنسبه للغريبه زبده حيواني ولا نباتي؟ زبده بريفيرونس حيواني يا مرام شيحه. ان شاء الله يكون عجبتكم الدباره نتاع اليوم. ان شاء الله ربي يحفظكم ويعطيكم الصحه وربي يحيينا لمثاله. بقى باش نفوروا الكسكسي ومن بعد تتبعوا بقدره ربي. تابعوني في الدريساج في الباج نهبط لي بلا الكل نتاع الدباره نتاع رمضان. نحب نشكر الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا. نحب نقول لكم ربي يفضلكم وربي يحفظكم. حازم بن عيسى راديو بون لونور، خالد عويش تونسكوب، لي سبونسور الكل اللي موجودين في الكوجينه مش حاضرين لكم الدباره تعمل 36 كيف. غدوه تابعوني ان شاء الله من الماضي ساعتين ما ساعتين وشويه، تابعوني في دباره اخرى في روسيت اخرى في منيو اخر. ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنيو وربي يحفظكم. وما بقى لي كيمش نقول لكم كان شهيه طيبه وربي يحفظكم.